أن تبدأ بتطبيق الفكرة دون إيمان بها لن تكون النتيجة كما طمحت وخططت لها. كذلك العمل على استثمار الطاقة البشرية وبالأخص الشابة منها. اليوم هو إعلان عن ولادة منظمة جمعية خيرية جديدة هي تعنى بمساعدة الشباب المقبلين على الزواج ومساعدة الباحثين عن عمل. طبعا هذه المنظمة تدار بكفاءات شباب حتى هم متمهلين ما شاء الله، مهندسين ودكاترة محامين، وطبعا ونخدم ونعمل بطريقة عمل متاعنا منظمة جدا إلى أقسام ولجان استبيان ولجان حصر، ونتواصل مع الناس اللي هي فعلا تستحق المساعدة. منظمة الناس للناس وفي حفل إشهارها والتي آمنت ثم انطلقت لتساندهم في نواح عدة أبرزها تزويجهم وإيجاد فرص العمل لهم بمساعدة رجال الأعمال ومن عرف قيمة تلك الفئة القيمة. احنا نبوا الناس تدعم الجمعية هذه لأن احنا نعانوا في الفترة هذه من قصر الناس عن تكاليف الزواج والمشاكل اللي معاه، فالمواطن نبوه يدعم الجمعية وبالذات رجال الأعمال والناس اللي عندها إمكانيات أنها تدعم، بحيث ان احنا عندنا مشاكل في العنوسة والشباب اللي هم يبوا يتزوجوا ما عندهمش إمكانيات، الجمعية تكون تساعدهم. والبلاد نفسها نتيجة الحروب والحروب اللي صارت والثورة والشباب اللي استشهدوا نبي نعوضوا بدل منهم، عندنا قصر في الشباب، فالزواج ده يزيد القدرة البشرية للبشر، يعني يزيد عدد السكان. من فقدوا أثناء الحروب وقصور آخرين من الشباب عن الزواج عاملان مهمان في خلق فجوة في الطاقة البشرية، الأمر الذي دفع بالخيرين لمساندتهم والوقوف معهم. لقناة ليبيا بانوراما، عبد المنعم البوري، مصراته.